طيب هنروح بقى لموضوع الصحة النفسية. أنا معايا على التليفون دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. برحب بيك يا دكتور وليد في 90 دقيقة. دكتورة بسمة، دايمة التجديد والتطور والإبداع والتميز، مساء الجميل. مساء الفل يا فندم. أجمل مساء. عايزة دكتور نفسي حضرتك تشرح لي ليه الناس بقى عقلها مشغول بالترند وبقى مهووس في هوس الترند؟ هو السؤال في محله. يعني هل في تلاعب بالعقول مثلا من خلال شركات السوشيال ميديا؟ هل بتلعب في دماغهم؟ يعني سيكولوجيا ليه هم بيجروا عمي؟ ايه اللي يخلي واحد راجل يعني انه عنده نخوه يقف يطبل لمراته وهي بقميص النوم وبترقص عشان يعملوا ترند ويلموا فلوس؟ انا خلاص مش قادره يا جماعه امسك اعصابي. هو انا هقول لحضرتك ببساطه إيه ده؟ شديده جدا، يعني عيب. دايما في حاجه عيب، انا مش قادره اوصف ولا قادره اقول عيب. قميص النوم كده وستان وهي تخينه واقفه متحزمه وترقص وجوزها عمال بيطبلها بيرقص قدامها، عيب. قول لي ايه ده يا دكتور؟ يعني ده مرض ولا هوس ولا ايه بالظبط؟ يعني طبعا انا بحييك على انفعالك وبأيده، لان الاحصائيات الرسميه بتتكلم بتقول ان 7% من المصريين عندهم اكونت على التيك توك. تخيلي، يعني حوالي 7.2 مليون، ده رقم كبير جدا على حاجه واحده بس واللي هي تيك توك، غير بقيه مواقع السوشيال ميديا التانيين. وطبعا المحتوى اللي بيقدم عليهم محتوى معظم وغير مرغوب وغير لائق ولا يتماشى مع الاعراف ولا التقاليد ولا حتى الهويه بتاعتنا. وده بيرجع لان في ناس ياما قوي للاسف يعني عندها خلل قيمي وعندها تشوه معرفي وعندها حب الظهور وعندها ان هي تحصل على منتسبات ماديه وخلاص. ما ينفعش بالاخلاق، ما ينفعش بالاحترام، لازم بالشذوذ، لازم باني اخرج عن المألوف، لازم ليه بدي صوره للمصريين ان هم صورتهم كده؟ عيب. ده الواحد بيتكسف لما بيبقى موجود في حته مش في مصر ويلاقي الحاجات دي نازله والناس تتفرج عليها، عيب. صحيح صحيح، في شخصيات كتير يا دكتوره هستيريه، عندها حب الظهور، بتفعل جذب الانتباه، عندها مباهاه، عاوزه تمشي في الشارع يتشاور عليها بغض النظر هتنعت بصفه مرغوبه ولا غير مرغوبه. دايما بتحب تكون محور الاخبار المثيره للجدل، عندها ميل شديد للتمثيل، قابليه للمبالغه، حب الظهور، دايما بيبقى عندها ضحاله في الفكر، بتسعى دايما للكذب وللتهويل، متلونه حتى بطبيعه المواقف، بتعاني من الفراغ العاطفي، عدم الاتزان الانفعالي، ده اللي بيخليهم يلجأوا بصوره او باخرى للكلام ده، بالاضافه ان في شخصيات ثانيه بنشوفها عندها بارانويا، عندها جنون عظمه، عاوز الناس كلها تشاور عليه يبقى هو حديث المدينه. والنخوه، قول لي فين راحت النخوه؟ بالظبط بالظبط. فين يا دكتور وليد النخوه؟ انعدام للنخوة وانطفاء للرجولة واهدار للكبرياء ومحو للمروءة، كل الصفات اللي عاوزة تنعتي بيها زي ما انت عاوزة تقولي قولي. احنا كنا زمان سيادتك لما حد في البيت يتخانق مع مراته ويزعق شوية يجروا يطلوا الشبابيك عشان محدش يسمع بيهم، كنا زمان نقول اللي داخل البيت يا حاسد يا فاسد، دلوقتي محدش بيدخل البيت احنا اللي بنطلعه بره، احنا عايشين في بيوت من غير اسوار ولا شبابيك ولا سقف للاسف الشديد. وحياء المرأة فين؟ وحياء المرأة، بصي حضرتك انا قاعدة بقميص النوم في السرير بالظبط كده هو. يعني بص حضرتك انا وقفت كتير جدا قدام احد الايات القرانيه لما احد الانبياء طلب ان هو يتجوز احدى ابنتيه على ان ياجره 8 حجج. طب ليه؟ شاف فيها ايه؟ ما تشافش في حته ثانيه. تلاقي الايه القرانيه اذ وجد احداهن تمشي على استحياء. يعني الحياء ده دفع احد الانبياء انه يشتغل اجير 8 حجج 8 سنين عشان يتجوزها نظير حيائها، الحياء اللي هو شعبه من شعب الايمان. خلاص للاسف الشديد
مفيش رقابه والديه، مفيش متابعه اسريه، مفيش حد بيهتم ان هو يبني ابنه وما يبنيش لابنه، مفيش حد بينقل القيم والثقافه بتاعتنا من جيل لجيل علشان يقوي شخصيه ولادنا في مجابهه اللي بيشوفوه. فطلع زي ما حضرتك شايفه مع الوضع في الاعتبار برضه انا مطمن في حته ان الكلام ده كله ظهر نتاج الفوضى الخلاقه اللي حصلت في مصر في اعقاب 2011. الفوضى، الناس طلعت عندها فوضى في السلوك وفي التفكير، بقى عندها عشوائيه في الاتيتيود، ما بقتش منظمه ذهنيا، مش عارفه ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. هو ده نتاج للفوضى اللي احنا عشناها من 2011 وانفلات امني واختلاط الحبل بالنابل، وبالتالي انعكس على سلوك جيل ظهر في الفتره دي. وان كان انا ما زلت باراهن على الهويه المصريه، على النخوه العربيه، على القيم اللي تشبعنا بيها، على المبادئ اللي شربناها، على الاخلاقيات اللي عشناها، ما زلت بأراهن على الكلام ده. بس نتمنى يبقى في دعم من بيوتنا، نهتم بأولادنا، نقعد مع بعض زي زمان ونتكلم ونسمع بعض ونسمع أغاني. إذا كان اللي بيقعد مع أولاده عشان يتكلم هو أول واحد بيمسك الطبلة ويقوم يهز ويقوم يرقص، يعني هيفرق هيتكلم مع أولاده على إيه يعني؟ يعني أنا طبعاً مع يعني متفق معاكي، ولكن خلينا الفلوس جننت الناس يا دكتور وليد، والأزمات خلت الناس عندها فراغ نفسي، خلت عندها وقت طويل، وخلت عندها فراغ عاطفي ومش لاقي حاجة تعملها، فالبعض لجأ لده. لما الناس لقت معززات بقى، يبقى في كسب مادي، يبقى في لايكات، يبقى في متابعة، بيبقى في تعزيز وشعور بالكفاءة النفسية. هو يعني هل سيكولوجياً وهم الثراء السريع ممكن يعمل ده؟ يخليك تتنازل عن كل القيم. حضرتك ما قلتيش الربح المادي، قلت الثراء السريع، لان الثراء السريع ده هو الربح. ما بالربح ايوه، مش مجرد ربح عادي، ده ربح سريع. هو قاعد حاطط رجل على رجل 48 ساعه بيبقى ترند وبيدخل له الملايين، وكل دقيقه بتعدي الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. علشان كده هو بالنسبه له بيبقى فرحان. وخلي بالك ده في ناس بتطلع، سيبك من اللي بترقص ومن اللي بيطبل ومن اللي بيتشقلب ومن اللي بيعمل، ده في ناس بتطلع بتقصد تطلع بس تشتم، تقول شتايم اباحيه. ايه اللي بيحصل ده يا دكتور وليد؟ انا مش يعني مش قادره استوعب انه ولا اتخيل انه انت عشان تطلع ترند وتجيب فلوس تطلع تقول الكلمات الاباحيه دي ازاي؟ والله يا دكتوره ازاي؟ اديتي الحق اللي المفروض الواحد ما يستوعبوش، مش الناس اللي بتطلع تشتم وتعمله على التيك توك، اللي المفروض الواحد ما يستوعبوش جمهور الناس اللي بتخش تتفرج على ده وتعمل لايكات لده وتشير ده وتبعت لاصحابها ده، فيوصلوا لدرجة من التسطيح الذهني والفراغ الفكري والسذاجة في عرض المعلومة ان هم يعززوها ويأصلوها ويخلوا غيرها يعمل لها محاكاة وتقليد. دكتور يعني وليد دايماً احنا متفقين على المصيبة السوداء اللي احنا فيها، عندك حل تقترحه؟ مليون حل وحل. قول لي حلين كده. يا طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لازم يبقى في تشريع قانوني، ده وجوب، ده لازم، ده انا بكره لازم يرد عليا البرلمان المصري، لازم برجوكوا انا بتوسل اليكوا دلوقتي. البرلمان المصري لازم يكون عنده رد فعل، لازم يتحرك. انت اللي بتشرع القانون، انت اللي بتحمي المجتمع، ده دورك، غلظ العقوبه. متفق مع حضرتك تماما. اتنين، مع برضه مهمه جدا، لازم يبقى في اعلانات موجهه مش لخطوره الكلام ده، لخطوره العواقب اللي مترتبه عليه. نبرز النماذج اللي لجأت للتيك توك ودست على اخلاقياتنا وعملوا حاجات تختلف عن اعرافنا اللي تربينا عليها، ودلوقتي بينزل بيهم العقاب، وعندنا حاله واثنين وثلاثه مسجونه مرميه في السجن لحد النهارده، وكل يوم الصبح بيغنوا لها يا حلوه يا مالحه يا معمعه شربتي اخواتك الاربعه. ما نبرز ده عشان الناس تخاف، نوري لهم ان في عقوبات بتقع على الناس. ما نبرز زي موده وزي حنين، يعني دي برضو نماذج لازم ان هم حقيقه يحتذوا بيها. وانا بشكرك جدا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه.